مرحبا وحياكم معنا. وقبل ما نبتدي موضوعنا، لا تنسون لايك سبسكرايب وشير. راح نتكلم عن بيرسي فيليج وشو راح نصل لها، واحد من الأماكن الحلوة السياحية، فيها وايد كافيهات حلوة ومطاعم حلوة. طبعا أول شيء أبي أي لاين يوصلني حق 14، ومن 14 راح أخذ الكورت سينت. واحنا الحين وصلنا الكور سينت إيميلون، والحين راح نشوف الدرب. هذه هي بيرسي فيليج، مكان سياحي وايد حلو وجدا عائلي، كله كافيهات مطاعم، وفي حق محبين مارفل في محلات مارفل هناك وايد حلوة. ان شاء الله تكون مستمتع ويانا وتشوفون، ولا تنسون ان شاء الله السبسكرايب واللايك والشير.